لله. السلام عليكم. هناك من الأزواج من عندهم سحر التفريق، شجار دائما بينهم، كراهية، ليس عندهم حب بينهم، ليس عندهم تفاهم، ليس عندهم جماع، يعني شجار بينهم كالأعداء في المنزل. هذه الوصفة ممكن أن يفعلها الرجل وتفعلها المرأة. الطهارة، أول شيء يجب الإنسان يكون متطهر دائما، قراءة سورة البقرة أو قراءة آية الكرسي 41 مرة يوميا، سورة الفلق تقرأوها 100 مرة، حسبي الله ونعم الوكيل 1000 مرة، أذكار الصباح والمساء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح و100 مرة في الليل. عدم سماع الموسيقى، برنامج للذين عندهم سحر التفريق يجب أن يتبعه يوميا، سواء المرأة أو الرجل يتبعه يوميا، يبطل إن شاء الله هذا السحر الذي بين الرجل والمرأة. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.